اختتمت مجموعة مشهدان دولية لتنظيم المعارض والمؤتمرات نشاطات عام 2023 بملتقى رجال وسيدات الأعمال سيرفكس الذي نظمته في دمشق على مدار 3 أيام. هذا مشروع ثقافي تجاري، هذا مشروع بيكمل عملية المعارض في جميع أنحاء سوريا. وهالمعلومات اللي شفتها أنا وشفت الشباب وشفت المشاريع، كلها مشاريع جديدة، مشاريع تكنولوجية عالية وخبرات كبيرة. ونتأمل أنه هذا المناسبة هذا والمشروع هذا يقدم خدمات كبيرة لكل قطع الاقتصاد السوري. أنا تفرجت على كل المناطق فيه وعلى كل المشاركين فيه، مشاركين شباب، مشاركين على علماء بالمهن تبعهم، قطاع التجارة وقطاع الصناعة وقطاعات أخرى كلها بحاجة للمعلومات اللي شفتها أنا هلأ اليوم. وبتأمل أنه حنشوف النتائج بكرة، ونتأمل هيك فكرة تتكرر عدة مرات بالسنة، لأنه يعتقدوا كل الصناعة. نحن اليوم بالدورة الجديدة من ملتقى خدمات الشركات ورجال أعمال، ملتقى الشركات الخدمية سيرفكس 2023، اللي شهدنا فيه 60 شركة مشاركة من مختلف التخصصات الخدمية، من سوريا، من سلطنة عمان، من الإمارات، وضيوف حضروا من عدة دول، إن كان من إخواننا من العراق الشقيق، من تونس، من الأردن، من الإمارات، عمان. نوجه لهم كل الشكر على حضورهم. ملتقانا متخصص بكل ما يهم رجال الأعمال وأصحاب الشركات من خدمات وتقنيات وتكنولوجيا حديثة ممكن تساهم وتساعد لتطوير عمل حالي أو لبدء بعمل جديد. ودائماً أنا أقول بكل دورة من دورات سيرفكس إنه اللي بيدخل على هذا الملتقى بفكرة بيطلع بمنتج نهائي، لأنه دائماً بيلاقي كل الشركات اللي ممكن تساهم معه بتحويل الفكرة إلى منتج نهائي يطرح في الأسواق، إلى خدمات ما بعد البيع. أيضاً نشكر لكل اللي وقفوا معنا بهذا الظرف الصعب اللي مر علينا، كل اللي وقفوا فينا. نشكر الشركات الراعية، المشاركين. الشكر الكبير لكبيرنا بالمجال التجاري عمنا رئيس اتحاد الغرف التجارية السورية السيد محمد أبو الهدى اللحام على حضوره وافتتاح هذا المعرض والجولة الجميلة اللي قام فيها على كل المشاركين. نشكر كل الوفود، نشكر كادر مجموعة مشهدان الدولية اللي شاركونا لمدة عام كامل، ويمكن هذا آخر لقاء طبعاً من غير شر بالعام 2023، لكن العمل مستمر إن شاء الله بالسنوات اللاحقة. نشكركم على جهودكم معنا، ونشكر أعلامينا اللي دائماً فيهم يختتم النجاح. شكراً لكم. الملتقى جمع عشرات الشركات السورية والعربية من مختلف قطاعات الأعمال التجارية والصناعية والفكرية لتبادل الخبرات والتجارب والخدمات. مجموعة مشهدان الدولية، الجهة المنظمة لهذا الملتقى، ملتقى خدمات الشركات ورجال أعمال الشركات الخدمية سيرفكس 2023، اللي نشهد فيه اليوم 60 شركة مشاركة كلها من التخصصات الخدمية اللي يحتاجها أي رجل أعمال، سيدة أعمال، رواد الأعمال بمجال أعمالهم، كان تطوير الأعمال أو البدء بأعمال جديدة. هذا الملتقى راح يشهد محاضرات تعريفية بالخدمات المقدمة من قبل المشاركين، بالإضافة للنقطة الأهم وهي اجتماعات البي تو بي اللي راح تتحول من خلالها كل قاعة من قاعات المشاركين أو كل جناح من جناح المشاركين إلى قاعة اجتماعات بي تو بي، اللي تم الإعداد لقسم كبير منها مسبقاً، والقسم الآخر اللي راح نشهده أثناء فترات الزيارة من خلال الدعوات العامة. حيرافقنا أيضاً ندوات تلفزيونية، راح نشهد اتفاقيات وعقود إن شاء الله ابتداء من اليوم الثاني. راح نشهد انطلاق عدة مشاريع جديدة تم الاتفاق عليها مسبقاً أنه تكون انطلاقتها من خلال هذا الملتقى. فعاليات غنية راح يشهدها الجميع بإذن الله. ملتقى سيرفكس دائماً يجمع قطاع الأعمال الخاص بأيضاً قطاع الأعمال الحكومي ببعض المفاصل. اليوم هل هناك ما هو الجديد على مستوى نوعية الشركات المشاركة؟
هلا بالبداية وبشكل عام الظرف هو جديد، يعني نحن بنشتغل بظرف قاسي جدا بضغوطات كثير خارجية، لكن نحن كملتقى هون داخل هذا الملتقى لدينا مشاركة من عمان لأول مرة نشهدها بسيرفكس، لدينا مشاركة من الإمارات. الشيء الآخر والمميز هو شركات الدفع الإلكتروني اللي شهدناها بهذا الملتقى، بالإضافة لبعض الخدمات التقنية والبرمجية اللي بالأساس ما كانت موجودة بسوق العمل بسوريا بفترات سابقة، وإذا كانت موجودة فهي بشكل متواضع، لكن نشهدها اليوم بشكل قوي وجميل جدا بهذا الملتقى. طبعا نحن كثير بشرفنا نكون مشاركين بملتقى سيرفكس 2023. تشكر مجموعة مشهداني على الدعوة الكريمة. الملتقى بالنسبة لنا هو بصراحة لحتى نشر الحاضنة، كونه هو مشروع ريادي بين الأمانة السورية للتنمية وجامعة دمشق، وحديث المشروع ما صار له زمان، يعني فعليا بحدود كم شهر صرنا مطلقينه. خلال هذا الحاضنة، دور الحاضنة بشكل أساسي هي تحويل فكرة مشروع التخرج للطلاب الجامعيين إلى مشاريع شركات ناشئة تحتضن حتى داخل مقر الحاضنة. المقر موجود بكلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية بجامعة دمشق، عندنا مساحة 400 متر مربع، فيه ورشات مكانات وحتى أماكن عمل يشتغل فيها الطلاب، وبنفس الوقت في عنا الطابق الأول فيه مجموعة من المكاتب بيتم تشغيلها للشركات الناشئة بشكل مجاني. نحن بنقدم لنا للطلاب المساعدة المالية ليأسسوا مشروع التخرج تبعهم، يشكلوا مشروع التخرج مع مساعدة قانونية في مرحلة الشركات، ومساعدة حتى استشارة علمية وتقنية، سواء كان من خبراء سوريين داخل الجمهورية العربية السورية أو حتى خارج الجمهورية العربية السورية. مشاركة جي سي آي هي مختلفة عن مشاركة كل الشركات الموجودة هون، لأنه جي سي آي هي منصة أو مثل ما بنقول غرفة الفتية الدولية اللي هي بتضم شباب وصبايا من عمر 18 لعمر 40. نحن بنشتغل على 4 نطاقات، اللي هي نطاق تطوير الأفراد، نطاق تأثير المجتمع، نطاق الريادة والأعمال، ونطاق تعاون دولي. واليوم موجودنا هون هو نتيجة عملنا بنطاق الريادة والأعمال، لأنه عندنا مشاريع هي تعنى بشراكات مع الشركات الكبيرة، فيها عندنا مشاريع هي العلاقة بريادة الأعمال، فنحن عم نحاول ننشر هي الثقافة ونحاول أنه نتعرف على أكبر عدد كبير من الشركات ويتعرفوا علينا لنحاول نشبك سوا، نقدر فعلا نوصل الشباب السوري ليقدر كل حدا يأسس مشروعه الخاص أو يشتغل عليه لحتى يحصل على عيشة كريمة بتليق بالشعب السوري ويتركوا أثر إيجابي وين ما كانوا موجودين. نحن شركة متخصصة بمجال السيارات، استيراد كل شيء بخص السيارات بعالم السيارات من زيوت معدنية وإطارات وبطاريات. طبعا نحن من الشركات الرائدة بهذا المجال بسوريا، وعم نردف الاقتصاد الوطن بمواد بهمة بهذا الموضوع، ونحن أول من الشركات اللي عملت بزنس تو بزنس بهذا المجال مع شركات وقطاعات تانية بهذا المجال في مجال السيارات ومجال سباق السيارات وهيك أمور كذا. تماما هدف من المشاركة والرعاية، أيضا أنتم راعي لهذا الملتقى، يعني الهدف من الرعاية. تماما. هلا صراحه نحن اول مشاركه لنا بهيك مجالات اللقاءات والملتقى والمعارض تماما بسوريا. الهدف منا هو يعني نعمل علاقات استراتيجيه مع شركات تانية، شركات تتعرف علينا ونحن نتعرف على الشركات، نقول لهم انه نحن موجودين بسوريا، ما نزلنا موجودين، رح نضل موجودين، املنا بالعمل بسوريا، املنا نضل مواكبين البلد والاقتصاد البلد، يعني ونفرجي انه نحن العجله مستمره وشو ما صار ظروف نحن موجودين ونحن عم نقوم بردف يعني البلد باكبر ما يمكن من الخبرات ومعرفه. نحن مو بس يعني بائعين، نحن كمان عندنا كادر فني بيقدر يخدم الشركات بمجالات اذا بدهم اي معلومات بخصوص بهالعالم، لانه نحن مو بس سيارات، كمان في مواضيع هي الشركات تحتاج لمواد من زيوت بطاريات لهيك شغلات. طبعا نحن مجموعة شركات سورية موجودين بسلطنة عمان مسقط، جينا اليوم شاركنا لأول مرة للصراحة منشارك بملتقى رجال وسيدات الأعمال سيرفكس. طبعا أكيد المشاركة هي إضافة لنا، لأنه حتزيد فرصنا بالتعرف على الشركات اللي بتقدم نفس نوع الخدمات اللي نحن بنقدمها أو الخدمات المكملة لخدماتنا، وممكن عقد شراكات، عقد اتفاقات مع هي الشركات السورية وحتى الترويج لها خارج سوريا بعمان. نحن مؤسسنا عندنا كتير خدمات، ومنها هي قطع تذاكر طيران لجميع أنحاء العالم،
وبنقدم فياز كمان لدول عربية وإقامات كمان لدول عربية وحجز فندقي كمان لجميع أنحاء العالم، وعنا تنقلات بين دمشق وبيروت. شو الهدف من المشاركة بسيرفكس؟ الهدف إنه نحن نصير يعني خلي بالمعارض يكون مكاتب السياحة عم تشترك، وتماما نحن هي أول مرة بنشترك بمعرض سيرفكس 2023 هي كمؤسسة إدارة الحجاز السياحة والسفر. نحن مشاركين بملتقى سيرفيس شركات رجال وسيدات الأعمال. نحن هاي أهمية المشاركة بهذا الملتقى كشركة تدريب، نحن تدريب وتأهيل وتطوير، بنقدم برامج لخدمة العملاء، لخدمة الأفراد، لخدمة الشركات بشكل عام. وكمؤسسة التدريب نحن معنيين ببرامج نوعية حاليا مختصة بالتنمية البشرية بشكل عام وريادة الأعمال، بالإضافة لفتح عدة أقسام من الأقسام المهنية، بالإضافة إلى تأمين قبولات جامعية بماليزيا. نحن وكلاء لعدة جامعات بماليزيا، ومنحاول نقدم كورسات نوعية جديدة صايرة بالبلد ولأول مرة بسوريا، وتأمين فرص عمل إن شاء الله. أسفر الملتقى عن توقيع عشرات الاتفاقيات والعقود بين الشركات المشاركة.